جنوب افريقيا لم تدخل في قائمه الدول الفاسده اللي نشرتها الشفافيه الدوليه. انت بتقولي بس فيها فساد طبعا في فرنسا طبعاً. فيها فساد رئيس الوزراء السابق في فرنسا حرب بسبب قضيه فساد. احنا لا نتكلم عن دول خاليه من الفساد، احنا بنتكلم على دوله كانت نموذج الفساد. الدوله المصريه كانت دوله نموذج للفساد، الفساد اللي فيها الفساد المالي، الفساد اللي فيها ان الناس يكسبوا من الدوله المصريه وحتى بالقانون. يعني خلينا لو اتكلمنا عن حجم الاموال اللي خرجت من مصر مشروعه او غير مشروعه في العشرين سنه، احنا بنتكلم في حوالي تريليون دولار، مش بنتكلم في ال 200 مليار دولار اللي التقديرات ما هرب. ده الناتج القومي بس عشان الناس الكلام يبقى منطقي. يا سيدي لا انا لا اتحدث عن الناتج القومي. يا دكتور حمود ارجوك ارجوك خلي الدكتور محسوب يكمل. الناتج القومي المصري لا تظهر بعد السرقة اللي انت بتتكلم فيه يا دكتور. النت بعد السرقة طبعا بتتكلم في النت بعد السرقة. معلش الميزانية الخاصة في مصر. ايوه يا دكتور ارجوك يعني انا كده مش عارف اقوم البرنامج امشي يعني. لا لا يعني انت بتكلمنا على الميزانيه الخاصه في مصر، ميزانيه خارج الميزانيه اكبر من الميزانيه التي تعرضها وزاره الماليه. على العموم جنوب افريقيا حتى المختلف خالص عن الحاله المصريه، احنا بنتكلم على الحاله المصريه ان بعض رجال الاعمال يشغلون شركات اتصالات في كندا قيمتها 12 مليار منشاها مصر، ويشغلون بيقوموا بعمل خط الغاز ما بين وسط اسيا الى اوروبا بشركات قيمتها 15 مليار مصري.